له اه انا عايز اعمل كذا، انا في المرحلة دي محتاج كذا، فاقعد مع المخرج واقول له وجهة نظر، فيقول لي لا طب ايه رأيك لو شلنا العمة وخلي، اقول له انت مالك بالعمة، انت مش هو ده الموضوع طبعا. ليه؟ لان انا الحمد لله انا المميز بالشكل الوحيد في العالم بالشكل ده. فاذا هي عمة، احنا عندنا ده عمة في الصعيد بنربطها، ف انا بربطها بس وانا لابس جينز، يعني غيرنا عندنا في الصعيد بنعملها على جلابيه، فانا ما عملتهاش على جلابيه، عملتها على بطلون جينز ومودرن اي حاجه، بس ميزتني. فاول ما يجي لي مخرج يقول لي هنقلع بقى الامه عشان نعمل مش، اقول له لا انت مش فاهم حاجه، انت معاك حاجه براند، ليه عايز تخفي البراند ده وترميه؟ بس عشان كده متماسك بيها اكيد. بس هي دي اللي بتميز ده. هو ده يعني انا غير مصر مثلا، انا بسافر كتير الحمد لله، اما في اي بلد بخش مكان اول ما بخش هو ده كاريكا على طول. اه خلاص. غير بقى لو معايا سوبر ستار ناس كتير يقول لك مش هو ده اللي بيمثل، لا لا اللي على اللي معايا مثلا مش هو ده اللي بيغني ولا اللي بنشوفه في التلفزيون، لكن يعني انا هو دي مميزتني، يعني خلتني مميز. طب ليه هشيلها بقى ودهن شعرك اصفر مره ومره اخلي الناس برافو عليك ده وفي مطرب بيقطع حواجبه شفتها دي كتير، يعني يروح للدكتور يقول له بص شيل لي واعمل لي مطوه هنا عشان فاهمه.